جيت بقى لاكله تحفه، مش عايز اقول لكم كم الفوائد اللي فيها، قد ايه ملونه، قد ايه دي لوحدها تعتبر وجبه معانا. عايز اقول لكم تنفع للاولاد بعد تمارين، تنفعنا بعد ما بنروح الجيم بقى، تنفعنا وجبه حلوه جدا بعد ما نخلص الجيم. ليه؟ لانها فيها الكينوا. الكينوا يا جماعه اللي هو اهم مصدر للبروتين النباتي، فيها كميه فوائد لا حصر لها. مبدئيا الاول عايزه اقول لكم فوائد بذور الشيا. اولا بتعزز صحه القلب. ليه بقى؟ لانها فيها الاوميجا 3 غنيه بمضادات الاكسده، بتحمي الجسم من الحاجات اللي قدر الله بتكون الحاجات المسببه للسرطان. كمان بتحمي العظام، ليه؟ لانها غنيه جدا بشكل كبير بالكالسيوم، بتقلل خطر الاصابه بالالتهابات، علشان هي زي ما قلت لكم قبل كده مليانه مضادات اكسده. اهم حاجه بقى، واولا طبعا فيها كميه كبيره من الالياف عشان كده نعتمد عليها في اي دايت، كمان ان هي بتتحكم في مستوى السكر في الدم، فهي مناسبه جدا لمرضى السكري. مش كده وبس، كمان هي مناسبه جدا لايه؟ للناس اللي عايزه ما تاكلش كتير وتدخل في دايره مغلقه من الجوع والشبع. خلاص تمام. طب نيجي بقى للكينوا. الكينوا دي بقى اللي هي مش عايزه اقول لكم، يعني بيسموها الحبه الساحره. ليه بقى؟ اولا هي بتحافظ جدا جدا فيها الامينو اسيد اللي موجود في اللحمه. مش كل البروتين النباتي اصلا، ما فيش حاجه اصلا فيها امينو اسيد غير اللحمه. لا، بذور الكينوا فيها الامينو اسيد اللي موجود في اللحمه. مش كده بس، بتساعد جسمنا ان هو يخس. اللي الناس اللي بتاكلها بتديهم قوه، ما بتخليهمش عندهم فرصه تعرض للسمنه، بتعطي بقى احساس بالشبع لفترات طويله. ليه بقى؟ علشان فيها، مش هنا في الياف، لا ده هنا بقى في الياف كبيره جدا جدا، بنسبه كبيره جدا جدا، بتساعد على خفض كمان نسبه الكوليسترول في الدم. طبعا طبعا زي ما بنقول، انا قلت لكم قبل كده ان هي فيها بروتين. البروتين ده بيعمل ايه؟ بيشبعنا، فهي بتزيد احساس بالشبع. انا بقى جبتها النهارده، عملت فيها ايه؟ سلقتها، حطيتها في شويه ميه، وبعدين كل كوبايه اخدت كوبايه ونص لحد ما ايه؟ ما استوت معايا، بتبقى شكلها كده. دي الكينوا، دي الكينوا. خلاص عايزه اقول لكم تتعمل شوربه، تتعمل ساقع، سلطه حلوه، تتعمل سلطه حادقه. انا النهارده هدخلها في وصفه او سلطه غنيه قوي قوي قوي. فيها ايه؟ انا هعتمد هنا على البروتين بشكل كبير. فاستخدمت ايه؟ استخدمت الكينوا، واستخدمت ايه؟ الفاصوليا الحمراء، لانها كمان الفاصوليا الحمراء من الحاجات الغنيه جدا بالبروتين النباتي. مش كده بس، البنجر. بنجر بنجر يعني يا جماعة اي حد عنده نقص في الهيموجلوبين، بس كل بنجرية كل يوم وتفاحة كل يوم، زي ما الدكاترة بتقول تفاحة بتغنيك عن زيارة الدكتور. لا، كمان البنجر مفيد جدا جدا. شوية فلفل الوان، مضادات اكسدة، خيار، ماشي، كابوتشي. هنا كمان استخدمت هنا ده قطعت بتنجان ورشيت عليه رشة زيت زيتون بسيطة جدا جدا، ورحت عاملة ايه؟ ورحت شوياه، طلع عندي البتنجان تحفه. هنا كمان هستخدم زيتون، تقدروا تستخدموه او تسيبوه. وعملت بقى الدريسنج بقى، هو اللي هينقلها بقى ويحليها ويطعمها. عباره عن ايه بقى؟ مستردة، عسل، خل، تفاح، وكمان عندي ملح وفلفل اسود وزيت زيتون. خلاص، دي عندي خل تفاح، وعندي هنا العسل والمستردة وزيت الزيتون، وطبعا ملح وفلفل اسود. طيب انا هنا بقى هعمل ايه؟ كينوا، لا الكينوا اهي زي ما احنا شايفين مسلوقه، باخدها وبحطها كلها على بعضها. عايزين تشيلوا بتنجان براحتكم، يعني عايز اقول لكم البتنجان طبعا اضافه حلوه جدا، بس عايزين تشيلوه طبعا انتوا حرين. هجيب اهو الطبق، عايز اقول لكم تنفع جدا للناس اللي بتشتغل، لو مش عايزين يضعفوا هم بره البيت وياكلوا اي حاجه. لا، دي بقى وجبه غدا حلوه جدا، الناس اللي بتلعب جيم، الناس اللي محتاجه تاكل بروتين، علشان البروتين ده هو اللي بيبني
كل الخلايا وبيساعد على ايه؟ بناء العضلات اهو. الله على البنجر وحلاوة البنجر، مش ممكن، بحبه جدا جدا عكس ناس كتير قوي. ويفرقش معايا يلون ما يلونش، ما يفرقش معايا. ادي الفلفل وادي الكابوتشي او خس او كرنب، ماشي براحتكم. وادي الخيار، حطينا وشويه زيتون اهو. ونروح بقى نعمل ايه؟ المستردة ويخلي التفاح، ونحط عليهم كمان ايه؟ العسل. قد ايه اهو، وروح جايبه كده. ادي خل التفاح. ليه يا بيبا خل التفاح؟ عايزه اقول لكم كمان بيساعد على الحرق. وادي المستردة. المستردة يا جماعه ما بتتخنش عكس المايونيز والكاتشب. انا حطيت ايه؟ خلت احط عسل بقى. تعالوا نحط معلقه العسل دي، ماشي؟ ازاي يا فيفا؟ بس ده انتوا بس دوقوها وشوفوا هتعجبكم ازاي. خل مع خل تفاح مع عسل مع المستردة ورشة ملح وفلفل اسود اهي، بس كده. اهي ونقلب. بصوا بقى خلاص، شكرا. حطيت بقى كل حاجة، زيتون، حطيت زيتون حبة قليلين، لكن الخضار معاها هي والكينوا هما الاساسيين عندي. شيل بقى كل الحاجات دي خلاص، شكرا. وامشي برضو الحاجات دي، وتعالوا بقى نقلب الطبق الرهيب ده وننزل عليه دريسنج. طب يا بيبا انا زي ما قلتي تنفعني في الشغل، طب هحط الدريسنج عليها وبعدين اخدها الشغل؟ لا، هتاخد او هتاخدي الدريسنج بتاعك في طبق او برطمان صغنن وتروحي مقلبه فيه كل ده وترجيه وتاخديه معاكي شغل، وده تاخديه لوحده. يبقى مش هنحط الدريسنج عليه دلوقتي خالص خلاص، عشان كل اي سلطه في الدنيا بعيدا طبعا عن الكولسلو يعني، ماشي، لازم تتبل او يحط عليها دريسنج قبلها على طول مباشره على الاكل. ليه؟ عشان ما يطرخوش، ما يطريش الخضار. لكن غير طبعا الكولسلو وبعض السلطات بتحتاج طبعا التتبيل. خلاص هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح جايبه هنا الدريسنج بتاعي وحطه، لكن علشان انا هقدمها دلوقتي، لكن لو انا هاخدها شغل هاخدها تمرين، يبقى احط في علبه فيها السلطه لوحدها وعلبه او برطمان صغير جدا. وعندنا ياسر ده البيوت المصريه مفيش فيها اكتر من البرطمانات، جه وقت استخدامها. هحط سلطه ببرطمان وهحط الدريسنج بتاعها ببرطمان، وافتح بمنتهى السهوله او احط دي في علبه عشان اعرف اكل، واروح حط الدريسنج وبس واستمتع. ولا تضعف ولا حد يقول لك يا عم انت هتاكل ايه وانت عامل دايت، ولا يا عم ما تطلب معانا ده احنا هنطلب معرفش ايه ايه ايه، والاغراءات بقى تزيد وايه وتكتر، وما تعرفش المحبه تيجي منين اول ما تقول لحد انا هعمل ليه ليه. كل ماله الاكل حلو الاكل، اول بس ما تقول لحد انا هعمل تحس كده يعني كلهم بقوا خايفين على صحتك. ولقيت غزه، كنتوا فين انتوا؟ كنتوا فين انتوا وانتوا بتاكلوا لوحدكم؟ بس كده بروح ايه مقدميها. يلا بينا.